نيجي للماث او الرياضيات بالسي بلس بلس. سي بلس بلس شو هو الماث؟ السي بلس بلس فيه توابع كثيرة متعددة بتسمح لك انك تنفذ عمليات رياضية على الارقام. في عندي الماكس والمينيمم، مثلا لو شفنا هذا المثال راح يطبع لي الماكس للخمسة والعشرة، يعني عشرة. شايف هون لو قلت له شغل راح يطبع لي النتيجة عشرة، وفي ايرور بالماكس مش موجودة. لو قلت له الجي سي سي لو جربنا هذا المثال قلنا له شغل راح نلاحظ انه طبع لي عشرة. كمان عندي هون المينيمم نفس الشيء راح يعطيني الاصغر. السي ماث هيدر بنحطها كمان، لو شفنا هذا المثال شغل بنلاحظ انه هون لازم تكون النيم سبيس تحت المكتبات، شغل هون احنا ما حطيناش المين عشان هيك صار عندي ايرور. لو قلت له شغل بلاحظ انه شغل اعطاني جذر 64.8 تقريب 2.63 واللوغاريتم 2 اعطاني اياه. كمان عندي توابع اخرى رياضية مشهورة من السي ماث، مكتبة السي ماث. في عندي الابسولوت القيمة المطلقة، الاي كوساين، اي ساين، اي تانجان، سي بي ار تي ترجع لي كيوب روت جذر التكعيبي، سي ال كوساين كوسينات اكسبوننشال ترجع لي قيمة الريوس، اكس بي اكس بي ام واحد، فابس ترجع لي فلوتنج اكس، اف دي اف دايم فلور هاي بوت اف ام اي اف ماكس اف مينيمم اف مود باور ساين وساينات وطنجان وطنجانات. إذن هاي كانت الماث أو الرياضيات بالسي بلس بلس.